أحييكم تونس متابعينا الكرام. أمر رئاسي يقضي بإعفاء 57 قاضية وقاضية، ومجلس الوزراء ينظر في تنقيح مشروع الانتخابات والاستفتاء والمرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء. هيئة الدفاع عن الشهيدين بلايد والبراهمي تقول إن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ أحكام تحضيرية تخص ملف الاغتيالات والجهاز السري. البنك المركزي يرفع في النسبة الدنيا لعائدات الادخار لتلبية تزايد احتياجات التمويل الداخلي، والمواطن يشكو من تدني مقدوراته الشرائية وارتفاع المديونية. السلام عليكم. صدر بالرائد الرسمي ليوم الأول من جوان 2022 أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في الأول من جوان 2022، يتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية عملا بأحكام الفصل 20 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022. وقد تضمن الرائد الرسمي القائمة الإسمية الكاملة للقضاة الذين تم إعفاؤهم بموجب هذا الأمر الرئاسي. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد انتقد بشدة في وقت سابق مساء الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، بأن وجه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة، مؤكدا أن هذه الوضعية هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه أمس بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء. اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية قيس سعيد تداول تنقيح مشروع الانتخابات والاستفتاء استعدادا للاستفتاء القادم في 25 من جويلية المتعلق بوضع دستور لجمهورية جديدة. ومرة أخرى من يهاب إرادة الشعب لأنه يعرف أن الأغلبية ضد مواقفه وضد سلوكه وممارساته، ويعرف أن هذه الإرادة التي ستخرج من صناديق الاقتراع هي التي ستحول وجهة التاريخ في تونس إن شاء الله. وتأخير متعمد لفتح كل الملفات بالرغم من أنها جاهزة، ولا يمكن أن يستمر الوضع بدون نهاية، والشعب التونسي عيل صبره وطال انتظاره. كما تداول اجتماع مجلس الوزراء مشروع تنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وقد شدد رئيس الجمهورية على أنه تم في كل مرة الدعوة إلى إصلاح القضاء لأنه لا مجال لمقاومة الفساد إلا بإصلاح القضاء. لقد تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يظلم أحد، وتم التدقيق والتمحيص لمدة أسابيع طويلة. أننا لا نتدخل أبدا في القضاء ونرفض أي تدخل مهما كان مصدره، ولكن الواجب المقدس يقتضي منا اتخاذ هذا القرار حفاظا على السلم الاجتماعية وحفاظا على الدولة. وقد استعرض رئيس الجمهورية خلال الاجتماع عدة خروقات حصلت في عدد من القضايا في المرحلة الفارطة تخص قضايا فساد مالي ورشاوى وأمن عام وقضايا إرهاب. وأكد الرئيس قيس سعيد خلال لقاء جمعه أمس الأربعاء في قرطاج بوزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي ضرورة العمل لمزيد الضغط على تكلفة الحج. وتطرق اللقاء أيضا إلى التحضيرات الجارية استعدادا لانطلاق موسم الحج.
وقد شدد قيس سعيد على ضرورة توفير الرعاية اللازمة للحجيج التونسيين وإزداء أفضل الخدمات لفائدتهم في مختلف مراحل الحج، لا سيما منها الخدمات الطبية والإحاطة الدينية. قالت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد إبراهيمي خلال ندوة صحفية إن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ 17 طلبا من القضاء لمده بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال الشهيد إبراهيمي وأخرى تتعلق بما يسمى ملف الجهاز السري لحركة النهضة. في تقديمها لآخر مستجدات ملف ما يسمى بالجهاز السري لحركة النهضة، أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد إبراهيمي أنها ستقاضي وزير الداخلية رأسا إذا لم يتم التحرك سريعا لتنفيذ أحكام تحضيرية تتعلق بقضية اغتيال الشهيد محمد إبراهيمي وأخرى بملف ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة. وزارة الداخلية رفضت أنها تستجيب وتنفذ الأحكام القضائية التحضيرية اللي صادرة على المحكمة الابتدائية بتونس فيما يتعلق بالوثيقة نتاع المخابرات الأمريكية وفيما يتعلق بالمكالمات الخاصة بهاتف أبو عياض. معناها وهذا تم في جلسة البارح، وللأسف الشديد معناها هذه الممارسة هذه من 2013 لليوم وهي ممارسة مستقرة ولم تتغير في كل معناها برغم تغير الظروف السياسية والظروف الانتخابية والسلطة. سوف نقاضي وزير الداخلية رأسا وسوف نقاضي كل من يثبت تورطه في الامتناع عن مد القضاء بوثائق تثبت تورط مجموعة من الأمنيين في عملية اغتيال إبراهيمي. هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والإبراهيمي أضافت أيضا أنه لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات تمكنت من ضمان حق التقاضي المتمثل في توجيه الاتهام رسميا لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد آخر من أجل جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجية. الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وجه بناء على شكاية قدمت بها هيئة الدفاع وجه رسميا ضد راشد الغنوشي ومجموعة 16 شخص آخر تهم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، هي الحصول على أسرار من أسرار الجيش الوطني، القيام بدل الهيئة الحاكمة، استغلال النفوذ وروابط حقيقية للحصول على معلومات ومزايا من جهات أجنبية وقانون المعطيات الشخصية وغيرها. وقع إصدار قرارات تحجير سفر منذ فيفري راهو 2022. والقول بأن هذا معناه توظيف سياسي ولا اللي هو هذا كلام مردود على أصحابه، راهو تحجير السفر مرتبط ببرشة تهم، يعني تهم تاع الجرائم المالية، الجرائم الصرفية، جرائم الديوانة، ثم ناس معناها مئات من العباد محجر عليها سفر بشكل تعسفي معناها وعندها سنوات ورغم عن ذلك ما تكلم حتى حد. اليوم كي تم تحجير السفر على شخص راشد غنوشي معناها أصبح وكأنه معناها تعدينا على الذات العالية. كما أكدت المحامية إيمان إكزار أن عددا من المتهمين في القضية المعروفة بالجهاز السري لحركة النهضة اختفوا بعد قرار تحجير السفر عليهم في فيفري الماضي، معتبرة أن مسار الكشف عن منفذ الاغتيالات السياسية متواصل بالرغم من الضغوطات التي تمارسها بعض الأطراف. اليوم يقع الضغط على القضاء وتوظيفه مرة أخرى حتى لا تصير استنطاقات طبقا للقانون، حتى لا تصدر بطاقات إيداع، حتى لا تصدر تسخير على حساباتهم البنكية وحساباتهم البريدية وحساباتهم الإلكترونية. اليوم الهرسلة والعملية الاستباقية هذه كلها تحت غطاء التوظيف السياسي هي عملية تشريع للإفلات من العقاب، وذاك علاش المعركة مازالت مستمرة. هذا وبينت هيئة الدفاع عن الشهيدين أنها تقدمت ب4 قضايا ضد قاضي التحقيق السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي، اتهمته فيها بالتلاعب بملفات قضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد إبراهيمي وقضية ما يسمى بالجهاز السري لحركة النهضة. اندلع مساء الأربعاء حريق بمصنع الورق والكرتون بالشبيكة من ولاية القيروان تسبب في حرق قرابة 2500 طن من فواضل الكرتون المستعمل غير المعالج، فيما تجري حاليا جهود محاولة السيطرة عليه. وأفاد العقيد بالإدارة الجهوية للحماية المدنية محمد أيمن الجوادي أنه تم توجيه 4 سيارات إطفاء من فرق الحماية المدنية بالقيروان وأبو حجلة وحجب العيون لإخباد الحريق، وأضاف أن الجهود جارية حاليا للسيطرة على الحريق حتى لا يمتد إلى كميات الكرتون المعالجة وباقي وحدات المصنع،
مشيرا إلى أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية، وإلى أنه سيتم فتح تحقيق في أسبابه التي ما تزال إلى حد الآن مجهولة وفق تصريحه. أقر البنك المركزي التونسي مؤخرا ترفيع نسبة العائدات على الادخار من 5% إلى 6%. فأي تأثير لهذه الزيادة على تنشيط نسب الادخار لتلبية تزايد احتياجات التمويل الداخلي في ظل تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع نسب التداين لدى العائلات التونسية؟ الادخار خطوة نحو صنع الثروة وتحقيق الاستثمارات ومواجهة صعاب الحياة، خطوات باتت بطيئة أكثر فأكثر مع ارتفاع كلفة المعيشة وزيادة نسب المديونية للعائلة التونسية. كل شهرية ما تكفيش، غلاء المعيشة وماء وضوء ديما في كل شيء طالع، تمام واكسترا، بالك هي قاعدة تربح. قبل فهمتني واحد يفضل شوية خباه. توا باري يهز 20,000 30,000 تروح تشتري شيء خضرة. عندي 100,000 شهريتي نخلي 20 توسدهم قبل ما فلك قبل عند راسي 30 مصروف 30 على ميتي نهار غدوة صغارك الله يقدر مرضك. دار خديتها بالتخبي. خبي بال 200 فرنك بال 400 فرنك واشتراك ب 7,000 وتصب الاول 600,000 مخبيتها في جرائم تاع كرينو نسكن هنا في تونس واخذينها الدار. توا ما عادش نلقى باش نمشي نعدي. باش مش تحط الفلوس لا في البنك لا في تحت المخده لا في الدار لا في السطح يعني اللي طايح مرفوع. تصبك تخلص 100 دينار تصرف في تونس 150 دينار مش تتعلق لانه المعيشه ولات غاليه. حد ياخذ شهريه نتاعو كل صدق يدفع بها الكراء وستاك والماء وطوفه شهريه كيفاش باش يدخر؟ تعرف احنا عندنا 80% احنا مرهونين. وقد سجل الادخار الوطني الذي يمثل الادخار الاسري نسبه هامه منه سجل تراجعا بنسبه 58.8% وفق تقرير البنك المركزي بعد ان زحفت متطلبه الحياه على مدخرات التونسيين التي باتت مهدده بالتاكل ان وجدت نتيجه تردي المقدوره الشرائيه وتزايد المديونيه، حيث اشارت اخر دراسات المعهد الوطني للاستهلاك الى ان 25% من العائلات التونسيه ترزح تحت ثقل الديون. تونسي علاش تسلف؟ المصاريف اليومية 33%، بالنسبة للتحسين المسكن في حدود 18%، ثم العلاج زيادة 10%، مصاريف الدراسة أكثر ما يثقل كاهلة ميزانية الأسرة في هالدين هذا هو نسبة الفائدة بنسبة 32% من المستجوبين. وهذا يهم القروض يتمتع بها المواطن التونسي والعائلة التونسية، ولليوم مش يلقى روحه ارتفاع في الأجال ابتداء من شهر ماي، وهذا بطبيعة الحال يدخل في إطار معناها انهاك المقدره الشرائيه. ويعتبر التدين والتدين المفرط بشكل خاص عائقا اساسيا امام الادخار لتصبح عاده التوفير العائلي من الماضي. وقت اللي تشوفي انت 41% قيمه الدين تتجاوز 40% من الدخل نتاعو الشهري يولي ينعكس سلبا على الادخار على المصاريف الاخرى. وثم عندنا من حسب الاحصائيات ثم اكثر من 10% معناها قيمه الاقساط تتجاوز 70% من الدخل نتاعهم، معناها ما عادش نحكوا على الادخار هنا. وضع قد تصعب معه محاولات البنك المركزي تنشيط الادخار بعد ترفيعه في نسبة التأجير الدنيا على الادخار أي عائدات المبالغ المدخرة، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات لتلبية تزايد احتياجات التمويل الداخلي. ترفيع بنقطة كاملة من 5% إلى 6%، لكن رغم الضعف متاعها ورغم المجهود متاع زيادة النقطة يبقى دائما وأبدا البون شاسع بين إعادة ولا إيراد الادخار ونسبة التضخم المالي، حيث أن معناها المبالغ المالية تفقد القيمة بدرجة 7.5 وما يقع تعويضها إلا ب 6%. حتى المؤسسات زادة كيف كيف اليوم ما ليشجعهاش على الادخار ومشجعة الاستثمار لأنه الإيرادات مقارنة بالتضخم المالي الإيرادات ضعيفة. وينادي الملاحظون بضرورة ملائمة نسبة المردود على الإيداعات لنسبة التضخم على الأقل، ودعوة البنوك والمؤسسات المالية إلى تنويع خدماتها لتشجيع الادخار حتى لا تتسرب مدخرات التونسيين إلى ملاذات موازية. في الشأن العربي الآن، استشهدت الصحفية الفلسطينية غفران ورسن أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن ضد الجنود الإسرائيلي. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال أعاقت وصول فرق الإسعاف لورسن بعد مدة من إصابتها قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى في المدينة، إلا أن الفرق الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياتها. كما استشهد كهل فلسطيني يبلغ 41 عاما من العمر مساء الأربعاء متأثرا بجروحه خلال العدوان الأخير على غزة في مايو 2021.
أصبح الوضع الصحي العالمي يتسم بالحذر خاصة مع توسع رقعة انتشار فيروس جدري القردة الذي شمل 30 بلدا ليس متوطنا بها، وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية أن يؤدي إلى إصابات خطيرة في العالم. خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية في جنيف، أعلن المدير العام للمنظمة تدروس أدهانوم أنه تم تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بفيروس جدري القردة في 30 بلدا ليس متوطنا بها، وحذر تدروس من أن جدري القردة يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة، مشيرا إلى أن الأولوية هي لتوفير المعلومات للمجموعات المعرضة للخطر والعمل للحيلولة دون انتشار المرض في مجموعات أخرى. وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا تعرف متى انتقل الفيروس إلى أوروبا، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة بالمرض في البلدان التي تفشى فيها مؤخرا. وستعقد المنظمة اجتماعا خلال اليومين القادمين لمناقشة تطورات انتشار فيروس جدري القردة والبحث في الخطوات القادمة. وحذر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية من أن تفشي الأمراض المتوطنة مثل جدري القردة وحمى لاسا أصبح يتكرر بصورة أكثر انتظاما، ونظرا لأن تغير المناخ يساهم في تغير ظروف الطقس بسرعة مثل الجفاف، فإن الحيوانات والبشر يغيرون سلوكهم بما في ذلك عادات البحث عن الغذاء، ونتيجة لذلك فإن أمراض الهشاشة البيئية التي تنتشر عادة في الحيوانات تقفز بصورة متزايدة إلى البشر. في الأثناء تستمر حالات الإصابة بجدري القردة في الارتفاع خارج إفريقيا موطن المرض، فقد أعلنت هيئة الصحة البرتغالية تسجيل 19 إصابة جديدة بجدري القردة ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 119 حالة في بلد يمثل إحدى البؤر الرئيسية للانتشار الحالي للمرض. والبرتغال وإسبانيا المجاورة وبريطانيا هي الدول التي يوجد بها معظم حالات جدري القردة في التفشي الحالي خارج مناطق في غرب ووسط إفريقيا. وفي مستجدات النزاع الأوكراني الروسي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار تتضمن أنظمة صواريخ عالية الدقة والتي بإمكانها ضرب أهداف على بعد يصل إلى 80 كيلومترا. وتسعى أوكرانيا للحصول على أنظمة رجمات صواريخ ليكون لديها المزيد من القوة النارية بمدى أبعد لضرب تجمعات القوات الروسية ومخازن الأسلحة خلف خطوط القتال. في الأثناء تقدمت القوات الروسية لتقترب أكثر من مركز مدينة صناعية في مسعى للسيطرة على مساحة شاسعة من شرق أوكرانيا. والآن إلى أخبار الرياضة، حيث أنهى المنتخب التونسي لكرة القدم مساء الأربعاء تحضيراته لمواجهة غينيا الاستوائية اليوم الخميس بملعب رادس انطلاقا من الساعة 8 مساء ضمن التصفية المؤهلة لنهائية كأس أمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار العام المقبل. ومستفيدا من تحقيق التأهل الخامس للمونديال، سيكون المنتخب التونسي أمام ضرورة الانتصار قبل التحول إلى بوتسوانا في الجولة الثانية. متكئا على تأهل خامس لنهائيات كأس العالم، يعود المنتخب التونسي لكرة القدم إلى أجواء المنافسات الرسمية عندما يستضيف بملعب رادس منتخب غينيا الاستوائية في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا. المنتخب التونسي ولا أصبح من الفرق اللي تفرض الاحترام في القارة الإفريقية، مستوى وستاندينج اللي وصل له المنتخب التونسي اليوم يفرض علينا كل مباراة نتعامل معها بنفس الجدية وبنفس الروح باش نحققوا النتيجة بدرجة أولى. أوني اليوم قدام سبور دو بيرفورمانس مطالبين بتحقيق النتيجة، ونفس الشيء مطالبين باش نقدموا الأداء اللي يفرض الاحترام ويحط المنتخب التونسي في الستاندينج تاعو. المنتخب الوطني لكرة القدم أجرى 6 حصص تدريبية ضمن برنامجه الإعدادي لمواجهة غينيا الاستوائية، وانتظر المدرب جلال القادري الحصة التدريبية الأخيرة لتكتمل صفوف المنتخب الوطني بعد التحاق علي معلول مقابل غياب غيلان الشعلالي بسبب الإصابة، ووهب الخزري وديلون براون وإلياس السخيري لأسباب مختلفة. ترشحنا للمنتخب للنهائيات المونديال صفحه وطويناها، اليوم مسابقه جديده، تحدي جديد، ديز اوبجيكتيف جدد، ان شاء الله نكونوا في افضل حالاتنا، عندنا ثقه في المجموعه، اذا خاصه من الناحيه الذهنيه نكونوا جاهزين، ما ثماش علاش ما نقدموش مباراه محترمه، ولو انه منتخب غيني على مستوى عالي، اخر مباراه احنا وياه كان فاز علينا،
قدم نهائيات كأس إفريقية على مستوى عالي جدا، فاز على المنتخب الجزائري، فاز على المنتخب المالي، دونك أوني أفيرتي، نعرف قيمة المنتخب هذا، إن شاء الله نكونوا في أفضل حالتنا. مباراة المنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية سيديرها طاقم تحكيم بولندي، وستنقل مباشرة على الشبكة الأرضية للقناة الوطنية الأولى. بهذا إذن تنتهي النشر، وذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. أمر رئاسي يقضي بإعفاء 57 قضية وقاضيا، ومجلس الوزراء ينظر في تنقيح مشروع الانتخابات والاستفتاء والمرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء. هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهم تقول إن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ أحكام تحضيرية تخص ملف الاغتيالات والجهاز السري. البنك المركزي يرفع في النسبة الدنيا لعائدات الادخار لتلبية تزايد الاحتياجات التمويل الداخلي، والمواطن يشكو من تدني مقدورته الشرائية وارتفاع المديونية. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.